بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة، إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن Phase Change Process اللي تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة. اليوم راح يكون عندنا الجزء الثاني اللي هو كيفية استخدام الستيم تيبل والبروبرتي تيبلز اللي عندي أنا. قبل البداية نسوي ريفيو سريع للبيور سبستانس التشينج اللي فيس صار عندنا. كنا بالبداية كان عندك ستيت 1، هذا ستيت 1 عند الضغط 1 اتموسفير والتمبرتشر كانت البداية 20 سيليزي. اكدنا وتكلمنا ان الضغط 1 اتموسفير، الضغط 1 اتموسفير اللي هو الدرجة يساوي 1 بار اللي هو يعادل تقريبا 100 كيلو باسكال، هذا قلنا الضغط الجوي. بالتالي هذا ثابت، راح نثبت الضغط ونتكلم فقط عن زيادة درجة الحرارة اللي هو نتيجة زيادة مصدر الحرارة اللي نسلطه على وعاء خارجي. ثم نلاحظ الآتي بالستيت 2، لو تلاحظ انه درجة الحرارة مثل ما قلنا وصلت 100 سيليزية، عندما تصل الى 100 سيليزية يوصل الى ما يسمى بالساتشويتد ليكويد. الساتشويتد ليكويد هذا انه يكون سائل مشبع، بداية انطلاق اول جزيئة تفلت من سطح السائل او تنزلق من سطح السائل باتجاه الغاز، باتجاه البخار، باتجاه الطور الغازي. وتكلمنا انه احنا عندنا من ستيت 1 للستيت 2 كان عندك زياده بدرجة الحراره وزياده بالحجم، وبالتالي درجة الحراره عندما تصل الى 100 عند الضغط الجوي يبدا ما يسمى عندي بزياده الطور، بالتحول، البدء بالعمليه التحول الى شكل البخار. الستيت 3 هي وصلنا الى ما يسمى، طبعا هذا راح نوضحه على الرسم. ستيت 1 هي هاي كانت هنا درجه الحراره 20 في المتلاعب وحجم، هذا طبعا هذا الاكس هو في والتمبرتشر هو واي قبل ما تنتبه. بالتالي هاي النقطه كان عند حجم معين وضغط معين. بارتفاع الحراره تصليد درجه الحراره ارتفعت هنا، هذا هو سنسبل هيت اللي هو ارتفعت درجة الحرارة معنا. نتيجة تسليط الحرارة ارتفعت درجة الحرارة والحجم، لو تلاحظ نقطة وصلت إلى 100 سيليزية اللي هي نقطة واي، لو سقطها على المحور الواي هو التمبرتشر، فبالتالي هي 100 سيليزية، ولاحظ أنه الحجم زاد بمقدار معين. طيب هاي الزيادة اللي صارت بنقطة 2 هذا هو انتقل مما يسمى بالكومبرس ليكويد، نقطة 2 بدأت ما تسمى بالساتشويتد ليكويد. ساتشويتد ليكويد، الساتشويتد ليكويد معناها مثل ما قلنا سائل مشبع مجهز للانطلاق إلى مرحلة التبخر إلى phase change. أي زيادة إضافية بسيطة بالحرارة راح يبدأ ينطلق بهالاتجاه، وأول ذرة من السائل راح تبدأ تنزلق اتجاه الغاز. العود اي انخفاض بسيط بدرجه الحراره راح يرجع بالعكس الى الكومبرس ليكويد الى الشكل اللي كان به. طيب من نقطه 2 الى نقطه 3 راح يبدي ما يسمى عندي بالساتشويتد ميكستشر. لاحظ انه ساتشويتد ميكستشر تبدي هنا ينقص عندك الحجم، عفوا حجم السائل يعني حجم الليكويد، ويزداد حجم الغاز البخار. بالتالي هنا يبدي السائل البخار يقل، الغاز يبدي يزداد، وعلى العكس لحد ما تصل الى نقطة 4 يكون هو عندك ساتشويتد فيبر. ساتشويتد فيبر اللي هو يكون فيبر اللي هو يكون غاز فقط. فيما بيناتهم بين نقطة 2 ونقطة 4 عندي هنا ما يسمى بالميكستشر اللي هو يكون خليط. الخليط اللي هو يكون بقيمة قيمة ما يسمى بالاكس اللي هو تتراوح، هسه اتكلم عنها بين الصفر تبدي هنا عند الليكويد توصل واحد عند الفيبر، وهذا الميكستشر اللي هو يكون خليط قيمته وكميته تعتمد على كل منطقة بالنقطة كمية ايش قد بي سائل وايش قد بي بخار. الفقرة المهمة عندي هنا انه انت لو تلاحظ من نقطة 2 الى نقطة 4 حصل زيادة بدرجات الحرارة. نقطة 2 الى نقطة 4 حصل زيادة بدرجات الحرارة مثل ما تلاحظ هنا. هذه الزيادة بدرجات الحرارة اللي حصلت عندي
ثبوت بدرجة الحرارة من نقطة 2 إلى نقطة 4. لاحظ أنه أنت لو حاط محراب ومستمر بإضافة الحرارة تلاحظ أنه ثبتت درجة الحرارة عند 100 سيلزي. هذا سبب تكلمنا عنه أن هنا أكو ما يسمى بالـ Hidden Heat أو الـ Latent Heat. الـ Latent Heat اللي هي هنا مسؤولة عن التبخر فتسمى بالـ Latent Heat of Vaporization اللي هي مسؤولة عن عملية تحول الطور اللي يكون هنا الطور من السائل إلى الغاز. بالتالي أي حرارة أنت تضيفها راح تستمر هي تحول لك الطور من سائل إلى غاز، وبالتالي تثبت درجة الحرارة بين 2 إلى 4 لحد ما يتحول هنا ساتشويتد فيبر تماماً، يبدي بعدها عملية الانطلاق إلى السوبر هيتد اللي هو مثل ما تلاحظ نقطة 5، وصل درجة الحرارة تبدي ترجع تزداد، وهنا أيضاً سنسبو هيتد ما يسمى بالانتقال، وأيضاً وصلت إلى درجة زيادة. طبعاً الحجم يستمر بالزيادة مثل ما تلاحظون حول محور إكس. بالتالي نقطة 1 كان حجم قليل، نقطة 5 صار أعلى حجم، وهو تكلمنا عن السبب أنه أنت ضف كل ما تضيف حرارة تحول من صلب إلى سائل، تكسر الجزيئات، بالتالي تبقى حجم أكبر لأن الجزيئات تبدأ تتباعد، والمرحلة الغازية اللي نقطة 5 حجم أعلى من نقطة 1 كثير لأنه أنت حولت الطور إلى غازي، وبالتالي ماكو أي تقارب للذرات. الامر المهم عندنا هنا انه احنا راح نبدي نتكلم عن البروبرتي تيبل. لو تلاحظ احنا تكلمنا تلاحظون بالمحاضره السابقه عن هذا المخطط. هذا هنا هاي المنطقه تسمى بالكومبرس ليكويد، الكومبرس ليكويد اللي هو سائل مضغوط يكون هاي ليكويد. هذا الخط اللي هو ما يسمى بالساتشويتد ليكويد لاين، وإذا تكلمنا عليه وقلنا هذا يسمى بالساتشويتد ليكويد لاين. الخط هذا اللي هو منطقة البخار يسمى بالساتشويتد فيبر لاين. ما بعدهم هو السوبر هيتد فيبر لاين اللي هو البخار المحمص بالكامل. وما بين الساتشويتد ليكويد والساتشويتد فيبر هاي منطقة الخليط اللي يسمى ساتشويتد ليكويد فيبر ريجن، ويسمى أيضا بالميكستشر اللي هو معناه الخليط. لو نلاحظ انه احنا عندنا انه لو نلاحظ هنا انه انت عندك هذا رسم ثاني، ايضا انت هسه هنا هذا نقطة الضغط اللي هو 1 bar 1.03 bar اللي هو تقريبا الضغط الجوي. لاحظ انه انت هذا الضغط المسافة اعلى ابعد، اتفقنا كل ما تصعد تقترب تبدي تزداد الضغط، تبدي هاي مسافة ريجن تبدي تقل لحد ما تكون على شكل نقطة واللي هي صح اتصال بيناتهم ويسمى هذا بالكريتيكال بوينت. فيما بعدها هنا السوبر هيتد، وبعدها هنا الكومبرس ليكويد اللي هو ليكويد ريجن منطقة السائل، هذا منطقة البخار. طيب الساتشويتد ليكويد لاين ايضا هذا تشوفه بشكل ثاني، وهذا ساتشويتد فيبر. الامر المهم عندي تماما هنا راح نبدا نتكلم عنه انه هذا ساتشويتد ليكويد لاين يوع على هذا الخط، هذا هنا راح نرمز الى برمز F نتيجة الى فلويد اللي هو السائل هنا، فF هو فلويد سائل. فبالتالي اي خاصية راح انت توجدها عند هذا الخط، يعني عند الساتشويتد ليكويد هذا الخط، هي مثلا الحجم يكون VF اليو الانترنال انيرجي، والالفا بالH راح نتكلم عنها لاحقا هي يو F H F. أي رمز هنا يكون هذا اللي تستخرجه هنا يكون يسمى بال F، هذا معناه fluid. اللي توجد عند هذا الخط اللي هو المنطقة saturated vapor region راح نرمز إلى بال G. ال G يعني هو نسبة إلى غاز، فبالتالي ال V F وال U F وال H F راح يسمى بال VG UG وال HG. طيب هذا راح اشرح لطيني فيما اللي بيناتهم اللي هو هذا النقطة الأهم بينات الفلويد والغاز الفيبر، عندي معامل فاكتور يسمى بالX. هذا
هذا معامل X راح يكون يمثل هو بالحقيقة الدراينس فراكشن أو الكواليتي، إيش قد كمية بخار عندك أنت هنا إلى كمية الماس الكلي. يعني كمثال أنت هنا بهاي النقطة تعرف إيش قد عندي بخار وإيش قد عندي سائل، بهاي النقطة إيش قد عندي بخار وإيش قد عندي سائل. هذا الكلام ما أقدر أعرفه إذا ما أعرف المعامل بهاي المنطقة اللي هنا يمثل لقيمة البخار بالنسبة للقيمة الكلية. طبعاً X يمثل قيمة البخار بالنسبة للقيمة الكلية، وبالتالي X قانونا في ملاحظته إنه يساوي mg إلى m total، واللي هو معناه الحجم الكتلة البخار m g mass للg إلى الماس توتال. طبعاً الماس توتال هو يساوي m fluid زائد m g اللي هو الكتلة الكلية. فبالتالي الام جي هو يمثل إيش قد كمية نسبة بخار عند الكتلة إلى الكتلة الكلية. طبعاً هذا الاكس راح يبدي عنانا عند الليكويد، الاكس راح يساوي عندك صفر، الاكس راح يساوي صفر. عند البخار هنا يمثل اعلى قيمه الاكس واللي هي عندها الاكس يساوي واحد، الاكس راح يساوي واحد. فيما بينهم راح يكون للاكس قيمه من 100 اللي هي ممكن تكون 100% 1% 0، يعني الصفر صفر هي عند الفلويد تماما. وفيما بينهم هو يكون الاكس راح يتجه باتجاه الصفر، يبدي يزداد، لان انت هنا راح يزداد البخار، فمعناه الاكس يزداد بازدياد البخار لحد ما يصل اعلى قيمه عند الجي اللي هي ساتشويتد فيبر لاين، راح يكون قيمه الاكس عندها يساوي واحد. بالتالي يا شباب انت هنا البروبرتي تيبلز راح يكون عندك عده تيبلز اللي هو السوبر هيت فيبر اللي هو منطقه السوبر هيتد، كومبرس ليكويد اللي هو يكون بداية السائل ومنطقة الليكويد ريجين، والساتشويتد ميكسشر اللي هي راح يدخل بيها منطقة الفلويد والبخار اللي هو الجي غاز. بالتالي لما راح نتكلم عن البروبرتي تيبلز، أول ما نتكلم لازم نتكلم عن أول بروبرتي اللي هو الإنثالبي. الإنثالبي للبروبرتي تيبلز اللي هو يمثل الاتش، الانثالبي يمثل المحتوى الحراري اللي هو الاتش. بالتالي انت هنا لما كان عندك الشكل هذا، هنا هذا السنسبل هيت اللي اتفقنا عليها بالبدايه اللي ترفع لك الحراره من هنا، هي هاي السنسبل هيت اللي قيمتها اتش فلويد السما. بعدها هاي المنطقه من هنا اللي هي اللاتنت هيت تسمى بالاتش اف جي، واللي هي تعني اللاتنت هيت. بعدها يكون هنا عندك ال H G اللي هو الطاقة اللي يعتمد عبارها تسمى السنسبل هيت، اللي هنا تسمى ال H مع السوبر هيتد منطقة السوبر هيت. بالتالي هي تمثل المحتوى الحراري واللي هي تمثل كمية الحرارة المضافة. طيب الحجم تكلمنا عليه، الحجم اتكلمنا عليه وقلنا انه هو يمثل بمحور واي. هنا فقط للتسميات اللي بعده عنده مشكله فيها، لاحظ انه دي اف سبيسيفيك فوليوم اوف ساتشويتد ليكويد، الحجم النسبي اللي هو اتفقنا هذا سبيسيفيك فوليوم جاي هذا الفوليوم يساوي الحجم الكلي على الماس، واتفقنا سبيسيفيك اينما نضعه فمعناه هو كمية الخاصية المعينة مقسومة على الكتلة، ويكون مثل ما تلاحظ رمزها small. هذا التذكير لكم فقط، كلمنا عنها بالمحاضرات السابقة. The specific volume of saturated vapor اللي هو تلاحظ انه رمز يسمى G، liquid saturated liquid ينحط يمها مباشرة ال F، والdifference between VG و VF اللي هو بالحجم ما عندنا تنتيت اللي هي VHG، يكون فرق بيناتهم. فبالتالي VFG راح تساوي VG ناقصا VF واللي هي difference between VG and VF.
هالكلام هذا راح نروح على الستيم تيبل اللي عندكم انتو. الستيم تيبل راح نروح عليه، نروح مباشرة الى تيبل A4. تروحون على تيبل A4. طبعا على تيبل A4 راح تلاحظ انه انت على تيبل A4 راح تلاحظ انت انه مكتوب هاي العبارة اللي هي تبين لك شنو هذا معناه. على مود انت اول ما تجي انت ما راح تحفظ كل تيبل شنو يعني، او ممكن تروح على تيبل يختلف بالتسلسل. يعني هنا مثلا احنا هسه التيبل اللي راح نعتمده رقم A4 ممكن يكون تيبل X رقم 5 A5 A6. فانت لازم تجي تقرا الكلمات المفتاحيه للتيبل. الكلمات المفتاحيه مهمه جدا، اللي هي شنو؟ لاحظ مكتوب saturated water، بالتالي هذا الجدول خاص بالساتشويتد ووتر اللي انت تتعامل وياه حاليا. هو الووتر اذا نحكي عنه هو الووتر، فهو يتعامل ويا الساتشويتد ووتر. طبعا امر ثاني مهم انه هذا تمبرتشر تيبل. تمبرتشر تيبل يعني التمبرتشر هي الكي المفتاح للتيبل، هي المفتاح بداية راح تتعامل وياه. يعني انت اذا عندك هنا المفتاح لهذا التيبل هو التمبرتشر. بالتيبل اللي بعده لو تلاحظ انت بس فقط على مود تشوف شنو يصير اللي هو التيبل A5، لاحظ انه ايضا ساتشويتد ووتر. هذا بعض اهم انواع ساتشويتد ووتر اللي نشتغله، ولكن برجر تيبل. فاذا المفتاح للتيبل هو البرجر، والتمبرتشر يكون عند البرجر المعين اللي انت تحتاجه تلقى درجه الحراره. على عكس هذاك التيبل اللي كان المفتاح له الكلمه المفتاحيه له اللي هي كانت التمبرتشر. لاحظ التمبرتشر هي المفتاح أيضا. طيب هسه هذا التيبل شو يتكون امامك؟ راح تلاحظ انه هنا راح موجود عندي ما يسمى بالسبيسيفيك فوليوم. لاحظ السبيسيفيك فوليوم. السبيسيفيك فوليوم هذا هنا يعني للثنين، للساتشويتد ليكويد فوليوم والساتشويتد فيبر فوليوم. اهم فقره هنا أنا ايضا على مود تتاكد من شغلك وتلاحظها هي موضوع الوحدات. لاحظ اكتبها بالعربي، الوحدات جدا مهمه. الوحدات جدا مهمه اللي هي اليونتس. اليونتس مالتك مهمه. ليش مهمه؟ انت هنا على مود اوكي سبيسيفيك فوليوم، بس لازم تلاحظ انه انت شنو عندك هنا. عندك ترى يابا ترى متر تقريب على الكيلوغرام، فبالتالي هذا specific volume. الانترنال انرجي اللي هو اليو، لاحظ كيلو جول على الكيلوغرام، الانفاذ بكيلو جول على الكيلوغرام اللي هو الاتش. هذا نتوب هسه نجيب بعدين نتكلم عنه كثيرا. كذلك الامر المتيار التمبرتشر راح اسقطها بالتيبول هذا بالسيريز. البرجر راح اسقطه اللي هو البي اللي راح توجده مثلا تسقطت حراره و اي داله سنتكلم عنه. المهم انه انت ترى البرجر راح تستخرج منه او راح تسقطه بهذا التيبل ترى وحتى بالكيلو باسكال. هذا الامر مهم جدا انه انت لازم من عندك الوحده المعينه اليونتس المعينه لازم تجي تعرف شلون تتعامل وياه. زين هسه هنا لو تلاحظ ساتشويتد ليكويد، لو تلاحظ انه انت هذا الاف الفلويد الحجم اللي هو لو تلاحظ صارت عندك يلا كل واحد ساتش هو فوق هذا سبيسيفيك فوليوم. بالتالي هذا التيبلز هذا يمثل لي للحجم فقط سبيسيفيك فوليوم. الحجم راح ينقسم نصين نصين، ساتشويتد ليكويد اللي اتفقنا عليه اللي هو قيمته في اف، ولاحظ مباشرة جواره ساتشويتد فيبر اللي هو في جي. لاحظ انه الاسم في اف وفي جي مثل ما اتفقنا وياكم. كذلك الانترنال انرجي اللي انه هذا الجزء مالته لو تلاحظ راح يكون ساتشويتد ليكويد ايضا يسمى الاعتماد يو اف على مود تعرف هاي الكلمه باليو اف. الايفابوريتر اللي هو اللي اتفقنا عليه اللي هو يكون في اف جي يو اف جي سهلانه difference بين الجي والاف. وكذلك لو تلاحظ انه هو هذا يمثل الفرق بين 2000 و 200.
يمثل الفرق بين 2381.8 ناقص 21 يعطيك 2360.8. بالتالي هذا هو اليوجي الاتش كذلك HF HFG HG، وهذا هو التيبلز الخاص بي. بالتالي انت فرضا اذا عندك درجة حرارة 45 سيليزية تجي على هذا التيبل تخلي المسطرة بهالشكل هذا وتوجد انه هاي القيم اللي موجودة امامه واللي انت راح تحتاجها شنو تمثل. لاحظ هذا اللي صارت هسه بالمستطيل الستة عندك الرجع هو 9 بس لا قلت استخرجي البي ساتشويتد طبعا نكتبها بهالشكل ات التمبرتشر اللي هي تساوي 40-45 سيلزيوس. بالتالي عفوا كتبت 8 يعني 45 سيلزيوس. بالتالي هو 9.5953. وراح يكون عندك الحجم في فلويد اذا احتاجته هو 0.001010، الفي جي هو 15.253، وهكذا لليو اف لليو جي. اينما تحتاجين هذن الخواص راح تجدهن من هذا التيبل اللي هو A4. الفرق انه قلنا طبعا لو تلاحظ هنا اذا نزلنا للتيبل الصفحه اللي بعدها تكمل درجات الحراره 205-210 كذلك ينزل درجات الحرارة لحد ما يكمل درجات الحرارة. لو تلاحظ هنا انه يحب يكمل درجات الحرارة لحد 300 و73، وعد هذا نهاية التيبل اللي راح تكون يعني نهاية الساتشويتد تكون عندك عند الكريتيكال. لو تلاحظ هنا درجة الحرارة والضغط اللي يكون عند الكريتيكال واللي هو اتفقنا ليش هنا يكون هنا في التيبل الكريتيكال، لانه انت عندك هذا المخطط التقاطع هذه المنطقة عندها راح يكون ساتشويتد ليكويد ويل فيبر مساواة، وبالتالي يكون أعلى نقطة ونهاية التيبلز هذا التيبلز وليس ساتشويتد فقط لهذا ريجن فقط اللي هو بداية الاف ونهاية الجي اللي بعده يكون ندخل بغير مرحلة وغير طاو وغير تكلام. فبالتالي أعلى قيمة وآخر درجة بي هو 373 وهذا حجم هذا الضغط العفو يمثل لك هو الكريتيكال مارتك اللي هنا. لو لاحظ روح على التيبل اي خمسة مثل ما اتفقنا التيبل اي خمسة الكلمات المفتاحية له هي راح تكون البرجر. لاحظ انه انت هنا عند درجة حرارة 45 وجدت القيم الضغط عند 45 هنا او الاحظ انه كذلك ساتشويتد ووتر بعد ووتر، لكن انه هذا ترى برجر تيبل لتستخرج انت برجر تيبل. بالتالي انت ما تحفظ رقم التيبل ولا تحفظ نوعه، انت تقرا عند كل تيبل الكلمات المفتاحيه له وشنو اللي انت تحتاجه، وعلى اساسها انت راح تبدي تسقط القيم وتوجد. يعني السلبرجر لاحظ بالباركيل وباسكال ايضا تمبرتشر سيليزي الوحدات نفسها هاي تنتبهينها جدا مهمة، لأن بتيبل اي 6 البرجر يكون بالميجا باسكال. فهذا التحويل من تسقط قيمة، انت عندك قيمة للتيبل تريد تسقطها على داخل التيبل، هذه لها دور مهم انه انت تحول الوحدة، لأن يعني انت لازم تدخل معلومات تدخلها بنفس الوحدة اللي بالستيم تيبل، ومن تستخرجها تستخرجها بالوحدة اللي بالستيبل. وبالتالي اذا تتحل مثلا بالميجا باسكال كمثال تتحل بالميجا باسكال هنا البرجر تتحل شغله كله بالميجا باسكال، وتجي هنا لازم تحول من الميجا باسكال للكيلو باسكال تقسم على 1000 يعني حتى هنا الجدول هو وحده بالكيلو باسكال، فما يصير تعوض القيمه الموجوده عندك مباشره وهي نوعا ما خطا شائع للطلاب. فهذا اللي سبب اني اقول لك الوحدات انت ما تحفظها ولا تحفظ شلون راح تحل. كل جدول وكل تيبل الى وحداته اللي تخصه، انت لازم تقرا شنو هذا الدا يستخدم يلا تطبق قبل ما تقل. طبعا هذا التنويه قبل ما نحكي عن تيبل اي 6 يعني وحدات البرجر بي بالميجا باسكال واللي كثير من الطلاب يخطئون بها. الامر اللي يهمني انه مثل ما قلت لك هذا برجر تيبل بتقرا على ما تعرفه انه ترى هذا اسقط برجر، فبالتالي الكلمة المفتاحية لك هو البرجر هنا مثل ما تلاحظ عندك أمامك هو البرجر الكلمة المفتاحية لك، وكذلك الحال VF VG UF UFG
ال HF HFG وال HG، وكذلك مثلا عندك 20 كيلو باسكال ايضا تجي تحط المسطره بهالشكل، مسطره مفيده لك على مباشره توجد الارقام. تلاحظ تحتاج في اف قبل مباشره توجد هاي في اف، تحتاج الفي جي، تحتاج اليو اف يو اف جي وهكذا. طبعا درجه الحراره تي ساتشويت هم عندي هذا حجم 60.06. اروح بعدها على تيبل اي 6. قبل ما اروح على تيبل اي 6 لازم نتكلم عن تطبيق الميكسشر وكيفيه استخدام الاكس.